بخير الحمد لله، كان كلشي في المتناول. علوم فيزيائي لا لا ما وصلت لهاش، ما بانت ليش، ما كانتش من الارض الورق. هاي هادي هاي وفتيشها عليك اصاحبي. لا الداله هاي هاي هادي الداله، ما فهمت فيها حتى شي حاجه. خدمت التمرين الاول الثاني الثالث الرابع، فهمتي شويه صافي هادشي اللي كاين. الله بخير الحمد لله. لا 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 ضروري زعما، لا ما كاينش الزير تنحاربوا الزير. انا خصني 8 نجي. الميساج اللي بغيت نوصل من هادشي كامل هو حتى الا ما تعاملوش معاهم في الدوره العاديه تعاملوا معاهم في الدوره الاستدراكيه ينجحوا. كان طويل بزاف بكرو حاجه ليا بعدا. اولا لان كنت ضربت عليه تماره. نعم هاد الوالدين ديالي وما تقصش لي الطوموبيل ديالها. دوز الحمد لله ما مزيان بعدا الاساسي دابا وتبعكم معانا في الاخر على السينياتور باش نخرجوا معانا. وبغيت نشكر غير الحراس العام و الاساسيده ديالنا كاملين. الامتحان كان في المتناول صراحه، ترضيني انا وترضي موالين الدار حتى الوالدين حتى بطبيعه الحال. حتى تسولني ضروري كي دوزتيها. المهم درنا داكشي اللي قدينا عليه، ماشي زعما ما درنا حتى شي حاجه، ولاني راك تما الكمال على الله وصافي. ولا الشعبه ديالنا شويه صعيبه. شنو دير شنو الشعبه انت؟ تنقراو تنقراو هنايا وتنقراو في التكوين فهمتيني، وبزاف ديال الحوايج والوقت عامر وبروغرام راك عارف. تنقراو بروغرام ديال سيونس مات في مده ديال سوايع قليله. ما مزيان ما والو اخويا، والله هذا خويا حطوا لنا الشينوا، ماشي الشينوا بالشينوا، شويه هذا الشينوا واحد الفونكسيون في شكال. لا ما كاينش هادو، هادو اللي كيبان لك هنايا راه ماشي من الشعبه ديالي فهمتيني. هادو قشر. انا سيونس فيزيك. سيونس فيزيك سيونس مات سيونس ايكونومي. الايكونومي راه ما عندهمش المات. الايكونومي ما عندهمش المات، حنا عندنا مات. كان المشكل في طويل الفونكسيون صعيبه، داك الفونكسيون الداله صعيبه. الا بغيتي دير لها الشيقه خصك ثلاثه د المرات. مزيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله ضروري. كاش المراقبه راه مشدده. الزيار ما كاين والو، وحتى بغيتي هي تهضر تيقول لك اسكت. ما فهمتيني داكشي اللي انا عوال نخدم في المات. يا خويا الحراسه كانت مجدده وحنا راه خدمنا داكشي اللي في جهدنا درناه. ونتمنوا التوفيق في الحال. اخويا الامتحان الاستاذ ما يدوزش. اخويا مزير وما خلاونا لا نقلو لا نديرو حتى حاجه. الاساتذه مزيرين والو النقله والله ما دازت. واحد الاستاذه عاوتاني هذه خرجات عليا اليوم خلاتني شا كاع نقل والو. اصلا داك الامتحان اخويا كما قلت لك هو ما كيقراش، هو ما كيقراش على راسو. نقل ما طرا فيه ما يتنقل، داك الليميت ما تفهم فيهم حتى لعبه. اصلا داك الفرد اللي عطاونا الاستاذ وما يخدموش. كون دخلت معايا واحد الاستاذ اللي كان كيقرينا، الاستاذ اللي تيقرينا يخدم هذا الامتحان. صعاب صعاب. لا هي خدمنا ويني قلت لك زعما القضيه مزيره. لا المعدل ما كاينش. لا الزيرو ما كاينش. الزيرو ما كاينش. ايوا هما راه مدمرين بزايد. ما فهمتش فين بغاو يوصلوا بهذا الشيء. علاش مزيان علاش دايرين له اخويا هذا الجهد كامل؟ الا الفرحه كاينه غير هي بعدا قلت لك هذا الامتحان هو اللي زيرونا فيه. اما الفرحه راه ضروريه تكون.